كشفت مفتشية آثار كربلاء الثلاثاء عن استلام نحو 1000 قطعة أثرية نفيسة ونادرة من مواطن كربلائي، مبين أن تاريخها يعود إلى الحقبة السومرية ولفترات زمنية مختلفة. وقال مفتش آثار وتراث كربلاء المقدسة أحمد حسن جابر في بيان أن أحد المواطنين قام بتسليم ما يقارب 1000 قطعة أثرية نادرة ونفيسة تعود للحقبة السومرية، موضحاً أنه تم جرد وتوثيق وتسجيل هذه القطع بشكل رسمي وتصنيفها بصورة فنية في مفتشية آثار وتراث كربلاء المقدسة، ليتم بعد ذلك تسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والتراث. كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح عن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، فيما أشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وقال أن اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقة الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 أيلول عام 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 في الجانب الاستثماري لغرض السير بالاتفاق، مبينا أن ذلك يعتبر أنه دخل حيز التنفيذ. ضربت هزة أرضية مساء اليوم الثلاثاء محافظة سليمانية، وبحسب تطبيق إيرث كويك العالمي فأن مركز الهزة كان على الحدود الفاصلة بين إقليم كردستان وإيران، وكانت بقوة 5.1 على مقياس ريختر، فيما كانت الهزة على عمق 40 كيلومترا من باطن الأرض، ولم ترد معلومات إلى هذه اللحظة عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية. أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثلاثاء عن ارتياح الأجواء التي ساد زيارته للسعودية والإمارات، مؤكداً إنها كانت ناجحة، فيما تعهد بجعلها آلية عمل مع المجتمع الدولي. وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم: كانت زيارتان ناجحتان بكل المعايير، مبيناً أن حفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل أن الأخوة العرب استقبلوا العراق وتاريخ العراق وأرضه وعمقه، وأضاف: لمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة. أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم الثلاثاء شمول المحاضرين المجانيين بالحقوق التقاعدية، وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين، وشملوا بالقرار 315، وأشار إلى أن قرار 315 يتيح حقوقا تقاعدية وامتيازات شبه الممنوحة للملاك الدائم. وأعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء موافقته على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين وفق الغطاء المالي المخصص إليهم بالموازنة لسنة 2021.